السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا. رجالة أولى ثانوي، زي ما عملنا سمري جامد كده في الألجبرا، ركز معايا إن شاء الله هنعمل سمري حلوة جدا بإذن الله في الجيومتري. تعالى خاص لك كده كل القوانين اللي عندك، بس زي ما اتفقنا في إيدك ورقة وقلم وهتكتب ورايا وتتابع ورايا، ولو فاتح قدامك كمان منظمه الشرح يبقى الدنيا زي الفل. تعالى كده نبدا مع بعض، عايزين بس نلخص القوانين كلها عشان لما ننزل ان شاء الله حصه الريفيجن يبقى انت القوانين كلها في دماغك. تعالى هندسه يلا نبدا بسم الله. بص يا معلم، اول درس انت عندك شابترين. اول شابتر عندك كان الاساس بتاعه بيتكلم على الفيكتورز. تعالى بقى ركز كده معايا الله يرضى عليك. اولا ايه معنى كلمه فيكتورز؟ هي حاجه ليها حاجتين، ليها ايه؟ هيبقى ليها حاجه اسمها الماجنيتيود وحاجة اسمها الدايركشن. زي لو قلت لك مثلا انا عايز اعبر عن الديسبليسمنت، فالديسبليسمنت دي ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. عايز اعبر عن الفيلوسيتي، فالفيلوسيتي دي برضو ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. يبقى كلمة فيكتور هي حاجة بتعبر عن حاجتين، جواها في حاجتين، في الماجنيتيود وفي مين؟ الديسبليسمنت. طيب لو انا جيت قلت لك ببساطة شديدة كده ان انا عندي ده مثلا الاكس اكسس وادي الواي اكسس، وانا عندي فيكتور، الفيكتور ده اتحرك من نقطة O لنقطة اسمها A، ودي علامة الفيكتور بتاعك. طيب يعني مثلا في فيكتور اتحرك من النقطة دي وراح للنقطة دي، ادي النقطة اللي اسمها ايه وادي النقطة اللي اسمها او. اللي حصل ايه؟ ان الفيكتور ده اتحرك من النقطة دي وراح للنقطة دي، يعني بينه وبينك دي كده نقطة الستارت بتاعك ودي كده نقطة الاند بتاعك، وده الاتجاه بتاعك. طالما الفيكتور ده جه من او وراح لايه فبنسمي ده ايه فيكتور. يا مستر مش المفروض اسمه او اي؟ ما هو عشان جاي من الاوريجن بوينت بنكتب النقطة التانية على طول. طب لو هو جاي من نقطة A وراح لنقطة اسمها B لازم اكتبه AB. انما الحالة الوحيدة اللي بكتب فيها النقطة الواحدة لو هو جاي من الاوريجن بوينت. طيب وليكن مثلا 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 يعني النقطة اللي اسمها A دي انا كتبت انها X و Y. فلما انا اقول لك مين هو الفيكتور اللي اسمه OA تقول لي يا مستر اللي هو الـ A فيكتور. طب مين بقى الـ A فيكتور؟ اللي هو عبارة عن XI بلس الواي تايمز الجي. طب يعني ايه اكس اي؟ يعني مشيت في الاتجاه ده اكس. يعني ايه بقى الاتجاه ده؟ يعني اي. وطلعت في الاتجاه ده واي. يعني ايه طلعت في الاتجاه ده؟ يعني جي، اللي هي الفاندمنتال دايركشن بتوع حضرتك. طب لو الرقم ده اتكتب بالنيجاتيف يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اتحركت في عكس الاتجاه بتاع الاي. طب لو الرقم ده كتب بالنيجاتيف ده معناها ان انا مشيت في عكس الاتجاه بتاع الجي. وصلت؟ اي فيكتور في الدنيا ليه حاجه اسمها النورم. ركز بقى معايا، يعني ايه النورم بتاعت الفيكتور؟ لو انا بتكلم مثلا على الراجل اللي اتحرك من نقطه او لنقطه ايه، يعني عايز اجيب الديستانس دي بتساوي كام، او سوري الديسبليسمنت دي بتساوي كام عشان هو فيكتور. عشان اجيب الطول ده بيساوي كام ليها رول دايما. اي فيكتور في الدنيا ليه اكس وليه واي. لو عايز تجيب الماجنتيود اللي هي اللي اسمها نورم، فالنورم ده ليه قانون اسمه روت اكس سكوير بلس الواي سكوير. يعني تعرف انا عملت ايه؟ انا طلعت من الفيكتور الماجنتيود بتاعه. مين بقى الماجنتيود؟ اللي هو النورم. مين بقى النورم؟ اللي هو الطول اللي هو عباره عن روت الاكس سكوير بلس الواي سكوير. طب تعرف ان الفيكتور قلنا في حاجتين، ماجنتيود ودايركشن. انا قلت لك عرفت اجيب الماجنتيود. طب لو عايز اجيب الدايركشن، يعني ايه الدايركشن؟ بص شايف الخط ده كده اللي هو دراعي، شايف الخط ده اللي هو دراعي، الطول ده طلع بيساوي 5، يبقى الديسبليسم النورم بيساوي كام؟ 5. طب انا دراعي عامله كده ولا عامله كده ولا عامله كده ولا عامله كده ولا عامله كده، فين بقى الاتجاه؟ فين الدايركشن؟ قال لك عشان تجيب الدايركشن يبقى انت عايز تجيب الانجل دي، يعني تجيب سيتا. يبقى انا عشان اعبر عن الدايركشن محتاج اجيب الميل. بص بص هو دراعي ده الطول بتاعه اتغير ولا ثابت؟ ده ثابت، بس الدايركشن هو اللي يتغير. طب انا اعرف الطول ازاي؟ يبقى سوري اعرف الدايركشن ازاي؟ يبقى انا عايز اجيب سيتا. طب عشان نجيب سيتا ليها رول اسمه تان السيتا بتساوي واي على اكس. دايما يا مستر تان السيتا بتساوي واي على اكس. اه يبقى اي فيكتور في الدنيا انا بطلع منه كام حاجه؟ حاجتين، بطلع منه الماجنيتيود واطلع منه الدايركشن. لان اصلا اي فيكتور في الدنيا في حاجتين، في الماجنيتيود وفي الدايركشن. لو انا عايز اطلع الماجنيتيود يبقى اقول له النورم اللي هو روت اكس سكوير بلس واي سكوير. انما لو قلت لك عايز اطلع الانجل اللي هي الدايركشن فتقول لي ان تان سيتا بتساوي واي على اكس. فيها مشكله كده؟ طيب في حاجتين مهمين جدا بيطلبهم منك. بص يا معلم، احنا عندنا الفيكتور بتاعنا بيطلع بشكلين،
ليه مظهرين. مين المظهرين دول؟ عندنا حاجه اسمها البولر فورم، خلي بالك الكلام ده مهم جدا ولازم هيجي لك، وعندنا حاجه اسمها الكارتيزيان فورم. يعني ايه يا معلم البولر فورم والكارتيزيان فورم؟ دي ببساطه اشكال للفيكتور. مش انا من شويه، اسمع كده، مش انا من شويه كتبت لك مثلا كان عندي فيكتور اسمه ايه؟ مثلا وليكن كتبته 4 اي بلس 3 جي، ادي فيكتور اسمه ايه؟ المنظر اللي عندك ده اسمه ايه؟ ده على فكره منظر الكارتيزيان. ها؟ يعني ايه منظر الكارتيزيان؟ يعني حاجه ليها اكس وليها واي. طب انا عايز اكون حاجه اسمها البولر، ايه البولر دي؟ البولر بتتكون من جزئين، تعالى كده نراجع عليها. تعالى نجيب الازرق. البولر بتتكون من جزئين، بتتكتب على هيئه براكت كده، براكت مش بوينت، ها؟ بنحط هنا النورم بتاع الايه بتاعك، بنحط الطول بتاعك، وانت بتعرف تجيب النورم. بتجيب النورم ازاي؟ اللي هو روت اكس سكوير بلس الواي سكوير. وبنحط هنا سيتا، وانت بتعرف تجيب سيتا، بتجيب سيتا ازاي؟ تان سيتا، جدع، وتان سيتا بتساوي على اكس. طب تعالى اديك اكزامبل صغير وركز فيه الله يرضى عليك. بص يا معلم، ركز معايا انت اهو يا ابني. بص يابا، لو انا عايز اجيب النورم، لسه قايلين من شويه ان النورم بتاع الايه بتاعك بيساوي روت، وليكن مثلا هنا اكس سكوير يبقى 4 سكوير بلس 3 سكوير، تطلع النورم بتاعك بيساوي 5. يبقى انا معايا النورم بيساوي كام؟ 5. طب انا عايز اجيب الدايركشن. يعني ايه الدايركشن؟ يعني سيتا. وعشان اجيب سيتا اجيب تان، وهقول له كده ان تان السيتا بتساوي واي على اكس. زي المساله دي، انت معاك الواي 3 والاكس 4. احنا عندنا هنا حوار. ايه بقى الحوار اللي عندنا هنا؟ انا لو سالت عيل، ايه ده في اللي بيحصل اهو، لو سالت اي عيل صغير قلت له تجيب سيتا ازاي، هيقول لي يا مستر اعمل شيفت تان، انما انت كبير. انا عندي كام احتمال؟ عندي اربع احتمالات وركز فيهم الله يرضى عليك. لو الاكس بالبوستر، تعالى ارسم لك رسمه، والرسمه دي مهمه جدا. بص يا معلم، ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. ممكن البوينت بتاعتك تبقى موجوده في الفيرست كواد، يبقى الاثنين بالبوستر. ممكن البوينت بتاعتك تبقى موجوده في السكند كواد، يبقى الاكس نيجاتيف والواي بوستر. ممكن الاكس بتاعتك تبقى موجوده في الثيرد كواد، يبقى الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف. ممكن البوينت بتاعتك تبقى موجوده في الفورث كواد، يعني الاكس بوستيف والواي نيجاتيف. اه مستر انت عايز توصل ليه يعني؟ عايز اقول لك لو انت بتجيب الانجل بتاعتك في الفيرست كواد بتعمل شيفت تان على طول. طب لو بجيب الانجل بتاعتي في السكند كواد بجيبها هنا، لازم اعمل 180 ماينس سيتا. فتبقى انت عيل فلاح وتسالني يا مستر هي مين السيتا دي؟ هقول لك السيتا بتاعت الفيرست كواد اللي انت بتعمل شيفت تان عشان تجيبها. يبقى الاول لازم تجيب الانجل بتاعت الفيرست كواد. امتى تاخد اللي في السكند كواد؟ لو لقيت الاكس نيجاتيف والواي بوستيف. يا ابني ما انا هدي لك الاكس والواي. طب لو لقيت الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف اجيب ازاي الانجل اللي في الثيرد كواد؟ 180 بلس سيتا. طب لو الاكس بوستيف والواي نيجاتيف قديمه، يبقى 360 ماينس سيتا. يبقى لازم يبقى معاك الانجل بتاعت الفيرست كواد لو انت موجود في الفيرست كواد، يعني الاكس بوستيف والواي بوستيف، يبقى دي اللي انا هاخدها. طب اكس نيجاتيف واي بوستيف، يبقى اعمل 180 ماينس. ودي الفكره الوحيده بتاعت البولر. يعني ايه الفكره الوحيده بتاعت البولر؟ يعني يلا لو انا عايز النورم ما فيهوش مشكله، ما هو روت اكس سكوير بلس واي سكوير. انما دايما المشكله في سيتا، تبقى عارف انت موجود في انهي كواد عشان تشوف هتاخد انهي انجل. طب هتعرف منين انت موجود في انهي كواد؟ على حسب اشاره الاكس واشاره الواي. طيب لو انا عايز اجيب بقى الكارتيزيان، مين الكارتيزيان؟ اللي هو الشكل ده اللي هو عباره عن اكس وواي. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا كان في اي حاجه اهو. بص يا معلم، عشان اجيب الاكس والواي، يعني اجيب الكارتيزيان، لازم هو يدي لك البولر. يا معلم ايه المنطق؟ هيدي لك البولر يطلب منك الكارتيزيان، يدي لك الكارتيزيان يطلب منك البولر. يبقى عشان تجيب البولر لازم يديك الكارتيزيان، يبقى عشان يطلب منك الكارتيزيان لازم هو يديك البولر. مين بقى البولر؟ ما انت لسه عارفها، اللي هي النورم بتاع الفيكتور وهنا سيتا. طب عشان اجيب الكارتيزيان يبقى انا عايز اجيب حاجتين، عايز اعرف الاكس بتساوي كام وعايز اعرف الواي بتساوي كام. عشان تجيب الاكس وتجيب الواي، ركز الله يرضى عليك، عشان اجيب الاكس بناخد النورم بتاعك. استنى كده، هو لو انا عملت حته على جنب كده ورسمت الفيكتور بتاعي، بص انا في الامتحان وناسي، ناسي.
تقوم جاي قافل الترينجل بتاعك ده، مش انت عايز تجيب سيتا معاك؟ انت عشان تجيب الاكس، الاكس ده ادجيسنت ولا هيبوتنس؟ ادجيسنت ولا اوبوزيت؟ ادجيسنت، يبقى استخدم كوزاين. يبقى الاكس بتاعتك هتاخد النورم وتضربها في كوزاين السيتا، وانا كده كده لازم اديك النورم ولازم ادي لك سيتا. طب عشان اجيب الواي هتاخد النورم بتاعك، ما انا مدي لك النورم، وتضرب في ساين سيتا. يبقى لو هو ادالك الكارتيزيان يعني ادالك اكس وواي، هتجيب انت البولر ازاي؟ يلا سمع معايا، هجيب حاجتين، هجيب الماجنيتيود واجيب سيتا. اجيب الماجنيتيود ازاي؟ روت اكس سكوير بلس واي سكوير. طب اجيب سيتا ازاي؟ تان سيتا واي على اكس، وركز انت موجود في انهي كواد. ادي واحد اتنين. طب لو عايز الكارتيزيان يبقى لازم هو يدي لك البولر. يعني ايه يدي لك البولر؟ يعني يدي لك سيتا النورم ويدي لك او جو حر ليه؟ والله العامل مجهود ولا ايه؟ ركز معايا. يبقى لو عايز اجيب سيتا هو يدي لك سيتا ويدي لك النورم. يبقى لو انت عايز تجيب الاكس، تجيب الاكس ازاي؟ تاخد النورم وتضربها في كوزاين سيتا. طب لو عايز تجيب الواي تاخد النورم وتضربها في ساين سيتا. يبقى انت كده معاك شكل الكارتيزيان، لازم يدي لك واحده ويطلب منك الثانيه. ادي حاجه البتاعه دي مهمه وافتكر انها مهمه. طيب حته كمان، لو عندك اتنين فيكتور برايل لبعض، يعني لو عندي فيكتور اسمه ايه برايل لفيكتور اسمه بي، كان ليها قانون واحنا ثبتناه في الحصه وموجود اثباته عندك في الملزمه، بس انا مش هتكلم على البروف النهارده. انا هفرض مثلا ان الفيكتور ده اسمه اكس 1 واي 1 والفيكتور ده اسمه اكس 2 واي 2. لو الاثنين فيكتور بتاعك برايل لبعض كنت محفظه القانون. فاكر كنا مسميين القانون ده ايه لو انت جدع؟ كنا مسميين القانون ده القانون البايظ. يعني ايه القانون البايظ؟ يعني كان في اكس واحد مضروبه في واي 2 وكان في اكس 2 مضروبه في واي 1، وطالما هي خربانه خربانه يبقى في النص في ايه؟ نيجاتيف، والناتج بيساوي زيرو. يبقى لو الاثنين برايل لبعض يبقى ده قانون بايظ، اكس 1 مع واي 2 والواي والاكس 2 مع واي 1 وفي النص فيه نيجاتيف. طب لو الفيكتور اللي اسمه ايه بيربنديكولار على الفيكتور اللي اسمه بي، نفس الكلام. الاي دي انا هفرض ان هي اكس 1 وواي 1 والبي هفرض ان هي اكس 2 واي 2. فاكر القانون بتاع بيربنديكولار كان اسمه القانون المظبوط. ايه بقى القانون المظبوط ده؟ مظبوط، يعني اكس 1 مضروبه في اكس 2 وواي 1 مضروبه في واي 2 وفي النص في بوستر. يلا ما هو مظبوط يلا، والناتج ده بيساوي كام؟ زيرو. فايه اللي هيعمله؟ هيدي لك الاثنين فيكتور دول، يوقع لك حاجه ويطلب منك الثانيه. انت معاك ايكويشن تعرف تعوض فيه الرول ده لو الاثنين فيكتور بيربنديكولار على بعض، والرول ده لو الاثنين فيكتور برايل لبعض. ايه اللي بعده؟ ماشي. طيب لو قلت لك ان انا عندي فيكتور اسمه ايه والفيكتور اللي اسمه ايه ده اسمه اكس 1 واي 1، وعندي فيكتور اسمه بي والفيكتور اللي اسمه بي ده اسمه اكس 2 واي 2. خلي بالك انا وانت عارفين ان اي فيكتور في الدنيا بيروح من مكان لمكان، صح؟ يعني المفروض في نقطه اسمها ستارت وفي نقطه اسمها اند. الكلام ده كان قديم قوي. امال انت يا مستر كاتب ازاي اي فيكتور بس؟ باشا انا وانت متفقين مع بعض، لو كتبت اي فيكتور بس يبقى الفيكتور ده جاي من الزيرو ورايح للاي. طب لو كتبت بي بس، بي بس، يبقى جاي من الزيرو ورايح لمين؟ للبي. اتفقنا؟ الحته دي مهمه جدا. كمان شويه بقى هيبقى عندي فيكتور جاي من ايه ورايح لبي، جاي من سي ورايح لدي، انما اللي انا بتكلم عليه ده جاي من الزيرو ورايح للاي او العكس. طيب بص يا معلم، حاجتين بس صغيرين عايز اعملهم. لو قلت لك عايز اضرب الكي رقم، لا رقم رقم كونستنت، عندي رقم عايز اضربه في الفيكتور عادي. لو عايز اضرب الكي في الفيكتور اللي اسمه ايه يبقى تضرب الفيكتور ده في كي، يبقى عندك كي تايمز اكس 1 وكي تايمز واي 1، يبقى انت كده ضربت الفيكتور في رقم. نفس الكلام لو عايز اضربه في البي اضربه عادي. طب حته كده على الماشي، هو انا ينفع اضرب اتنين فيكتور في بعض؟ لا، هتاخدها ان شاء الله في ثالثه ثانوي. ما ينفعش اضرب اتنين فيكتور في بعض، حاجه اسمها بقى سكيلر برودكت وحاجه اسمها الدوت برودكت او الدوت والكروس ما علينا دلوقتي. يبقى لما انا ما عنديش ان انا اضرب اتنين فيكتور في بعض، انا عندي اضرب فيكتور في رقم او اعمل فيكتور اسمه ايه بلس او ماينس، طبعا فيكتور اسمه بي. طب اعمل ازاي فيكتور اسمه ايه بلس فيكتور اسمه بي؟ عادي، لو عايز تجمع الاي مع البي يا رب اللون ده يبقى باين عندك، هو لون معفن جدا مش هيبقى باين، تعالى ناخد اي لون تاني، لون للا. تجمع ده مع ده ازاي؟ تجمع الرقم ده مع الرقم ده يبقى عندك اكس 1 مع اكس 2، وتجمع الرقم ده مع الرقم ده يبقى عندك واي 1 بلس واي 2. كده انت جمعت اتنين فيكتور مع بعض بالسهوله دي. طب لو عايز تعملهم ماينس بعض نفس الكلام،
تعمل اللون ده لون ايه، الرقم ده ماينس الرقم ده يبقى اكس 1 ماينس اكس 2، تجمع تعمل الرقم ده ماينس الرقم ده يبقى واي 1 ماينس واي 2. يبقى انت تعرف تضرب رقم في فيكتور وتعرف تعمل 2 فيكتور بلس بعض، فيها مشكله؟ تعال نشوف اللي بعدها. ماشي، ده كده يعني باختصار شديد اول درسين عندك، وخلي بالك ان اول درسين مهمين جدا. اللي بعده الاوبريشن بتاع الفيكتور، اكد بقى عشان احط الحته اللي جايه حلوه قوي، الاوبريشن اون فيكتورز. طيب ركز معايا، عايز ادردش معاك في كام حته كده، الله يسترك دنيا واخره. لو قلت لك ان انا عندي فيكتور اسمه ايه، اسمه مثلا اكس 1 واي 1، وعندي فيكتور اسمه بي، والفيكتور اللي اسمه بي ده اسمه اكس 2 واي 2، واي 2 اهي، وانا عندي فيكتور اتحرك من الاي للبي، يعني عايز اجيب فيكتور اسمه اي بي، صلي بينا على النبي، فيكتور اسمه اي بي هو عباره عن بي ماينس اي، فيكتور اسمه اي بي هو عباره عن بي ماينس اي، يعني دايما التاني ماينس الاولاني، دايما التاني ماينس الاولاني. يبقى لو عايز اجيب فيكتور اسمه اي بي، انا مش عايز دوشه يا جدعان لو سمحت، يبقى تعمل ده ماينس ده، تعمل ده ماينس ده ازاي؟ يعني تعمل اكس 2 ماينس اكس 1 كوما، تعمل ده ماينس ده يبقى تعمل واي 2 ماينس واي 1. تروح فين يا معلم؟ اه بعد اذنك. يلا يا باشا، يعني مثلا تعالى اديك اكزامبل صغير كده، لو قلت لك ان انا عندي بوينت اسمها اي عباره عن 2 3، وعندي بوينت اسمها بي اسمها 5 و7، وانا عايز اجيب فيكتور اسمه، الفيكتور ده جه من نقطه اي وراح لنقطه بي، يبقى الاي بي بيساوي كام؟ بيساوي بي ماينس الاي، يبقى تعمل النقطه الاولى ماينس النقطه الثانيه ماينس الاولى، فلما تعمل 5 ماينس 2 تبقى 3، لما تعمل 7 ماينس 3 تبقى 4، يبقى انت كده كونت فيكتور اسمه اي بي. خلي بالك بقى من حاجه، الفيكتور اللي اسمه اي بي ده جاي من نقطه اي ورايح لنقطه مين؟ بي. فيها مشكله؟ طيب يبقى لو عندي فيكتور اسمه اي بي اللي هي بي ماينس اي. طيب بص يا معلم، لو انا جيت قلت لك ان انا عندي تراينجل بالمنظر ده، وركز الحته دي مهمه جدا، عندي بني ادم اتحرك من نقطه A وراح لنقطه B، يعني مشي كده اهو، وبعدين اتحرك من B راح لنقطه C، يعني مشي كده اهو. ايه اللي حصل؟ الراجل ده خرج من بيتهم راح القهوه، ومن قهوه راح المدرسه مثلا، يعني بعد الشر ما فيش حد عندنا بيعمل كده. طب لو قلت لك الراجل ده عمل ديسبليسمنت كام؟ انا ماليش دعوه هو خرج من ايه راح فين، اهم حاجه عندي فين الاند بوينت، مش دي كده بالنسبه لك هي الستارت ودي كده بالنسبه لك هي الاند، يبقى هو جه من A وراح ل C، يبقى هو مشي من A ل B ومن ال B C دي ديستانس، انما الديسبليسمنت بتاعتي هو خرج من ال A وراح لل C. يبقى لو قلت لك، لو قلت لك الفيكتور اللي اسمه AB بلس الفيكتور اللي اسمه BC بيساوي كام؟ اهو AB بلس BC، مش الاثنين دول بيجروا ورا بعض اهو، يبقى اللي بيقفل عليهم بيساويهم، اي اتنين بيجروا ورا بعض يبقى اللي بيقفل عليهم بيساويهم، يبقى الاي بي بلس البي سي بتساوي المحصله اللي بيقفل عليهم اللي هو اسمه ايه؟ اي سي. طيب دي حاجه، يبقى تاني واحده كمان، بص بص خلي بالك بس من حاجه، دي اي بي ودي بي سي، فالناتج كان عباره عن مين؟ اي سي. يعني مثلا لو جبت لك فيكتور اسمه ام ان بلس فيكتور اسمه ان زد، يبقى الناتج ده بيساوي كام؟ اهي ما هي زي اللي فوق، مش دي ان ودي ان، يبقى الناتج عباره عن مين؟ ام زد، ولو عايز ترسمها يطلع نفس الناتج. طيب ده كده لو انا بعمل الاثنين فيكتور بلس بعض. طب لو قلت لك ان انا عندي ادي الترينجل بتاعك بالمنظر ده، ده اسمه ايه؟ وده اسمه بي وده اسمه سي، وانا عايز اعمل الفيكتور اللي اسمه اي بي ماينس الفيكتور اللي اسمه اي سي، يعني عايز اعمل الفيكتور اللي اسمه اي بي ماينس الفيكتور اللي اسمه بي سي. لو بتعمل اي بي ماينس اي سي يبقى من النقطه الثانيه للنقطه الاولى، يعني الناتج بتاعك هو عباره عن سي بي. يبقى لو عندك اي بي ماينس اي سي لازم ده يبقى هو هو ده، والناتج بيبقى عباره عن ده ماينس ده اللي هو عباره عن سي بي، يبقى الناتج بتاعك عباره عن سي بي. ولو عايز اثبتها لك ممكن نثبتها لك عادي جدا. بص يا معلم، مش انا وانت متفقين من شويه، ركز اهو تعالى اثبتها لك كده واحده واحده. مش انا وانت عارفين ان الاي بي بلس البي سي بيساوي اي سي؟ او لو اتحركت من البيت ورحت المدرسه
وبعدين من المدرسه رحت النادي، يبقى ده معناه الديسبليسمنت بتاعتي من البيت للنادي، دي الستارت ودي الاند. دي فيها مشكله طبعا، كلها عليها ايه؟ عليها فيكتور، عليها فيكتور، عليها فيكتور. بص بص الحته دي، سيب الاي بي مكانها زي ما هي، سيب الاي بي مكانها زي ما هي، دخل الاي سي جوه بالنيجاتيف. سوري 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 سوري، دخل الاي سي جوه بالنيجاتيف اهو، يبقى اي سي ايكوال مين بره؟ طلع ده بره بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف بي سي. تاني الاي بي مكانها، دخل الاي سي جوه بالنيجاتيف وطلعت البي سي بره. هندسه هندسه، هو مش الاي بي ماينس اي سي، ادي الاي بي ماينس الاي سي يا مستر؟ بس دي نيجاتيف بي سي ودي سي بي. طب ما انا وانت عارفين ان النيجاتيف دي يعني عكس الدايركشن، يعني كلمه نيجاتيف البي سي يعني هي هي سي بي. ما هو النيجاتيف دي يعني ايه؟ يعني هتعكس الاتجاه، دي دي اشاره، دي ساين. يبقى نيجاتيف البي سي هي هي سي بي. يبقى احنا كده عرفنا نعمل الاثنين فيكتور بلس بعض او اثنين فيكتور ماينس بعض. فيها مشكله؟ اللي بعده تعالى بقى نخش مع بعض على شابتر 2. ركز بقى في الكلام اللي جاي، لان اللي جاي دي عباره عن شويه قوانين مهمه جدا جدا هتفيدك، وركز فيها الله يرضى عليك، عشان الدنيا دي محتاجه منك بس لما تظبطها. هو كل درس بيتكلم على حاجه لوحدها، صلي بينا على النبي. اول حاجه كان بيتكلم على بوينت، البوينت دي البوينت عملت ديفيجن، عملت ديفيجن لستريت لاين. يعني ايه؟ بص يا هندسه، انا عندي مثلا لاين جاي من نقطه A وعندي هنا راح لنقطه B. اللاين ده النقطه دي اسمها X1 Y1، انت ماسك قلم ورقه وشغال معايا، والنقطه دي اسمها X2 Y2. في نقطة يا هندسة، النقطة دي موجودة هنا اسمها C، والنقطة اللي اسمها C دي اسمها X وY. هل النقطة اللي اسمها C دي موجودة في الميد بوينت؟ لا، النقطة اللي اسمها C قسمت اللاين اللي اسمه AB برش معينة. قسمته برش ايه؟ بص هنتفق مع بعض على اتفاق، هي أنا بقول دلوقتي C، C، C قسمت مين؟ قسمت الـ AB، C قسمت الـ AB، ماشي؟ لو السي قسمت الاي بي بريشيو، يعني من هنا لهنا حاجه ومن هنا لهنا حاجه تاني، ممكن تبقى قسمته مثلا 1 اوفر 3، ممكن تقسمته 2 تو 5، اي حاجه 7 تو 9، قسمته بريشيو. هل هي ميد بوينت؟ لا مش ميد بوينت. لو ميد بوينت هتقسمه بريشيو كام؟ 1 تو 1، ما النقطه اللي في النص هتبقى في النص، يبقى الاثنين قد بعض، يبقى الريشيو بين ده وبين ده 1 تو 1 لو هي ميد بوينت. انما انا بتكلم النقطه دي قسمت اللاين بريشيو معينه، انا وانت هنتفق على اتفاق عشان نعرف نستخدم القانون صح، ان دايما من نقطة الستارت للنقطة اللي قسمت اسمها ام 2، ومن النقطة اللي قسمت لاخر اللاين اسمها ام 1. دي رموز بينا وبعضينا. يبقى طب لو قلت لك ان انا قسمت اللاين اللي اسمه اي بي عند نقطة اسمها سي، قول ورايا، يبقى من نقطة البداية للنقطة اللي قسمت اسمها ام 2، ومن النقطة اللي قسمت لنقطة النهاية اسمها M1، اتفقنا؟ طب لو ضحكت عليك وقلت لك النقطة اللي اسمها C قسمت اللاين اللي اسمه BA، يعني يا مستر من البي للA؟ طب ما سهلة، تبقى من البي للC اسمها M2، ومن الC للA اسمها M1، يبقى دايماً من البداية للنقطة اللي قسمت اسمها M2، ومن النقطة اللي قسمت لنقطة النهاية اسمها M1. أنا ماليش دعوة بقى بين البداية، لو الـ A هي البداية يبقى هي X1 Y1 ومنها للـ C M2. طب لو الـ B هي البداية يبقى الـ B هيبقى ساعتها اسمها X1 Y1، ومن الـ B للنقطة اللي قسمت اسمها C. دي حاجة. طب تعالى يا مستر، احنا عايزين نجيب أول النقطة اللي اسمها X و Y، عايزين نجيب النقطة اللي اسمها C، عايز أجيب النقطة اللي اسمها C دي، ليها قانون عبيط قوي. خلي بالك دي بوينت، فالبوينت دي ليها X وليها Y، ركز بقى معايا كده. بنحط هنا x1 تايمز m1 بلس x2 تايمز m2 على m1 بلس m2. مين يا معلم x1؟ الاكس الاولى. مين m1؟ اللي هي الريشيو اللي هناك. مين x2؟ اللي هي الاكس الثانيه. مين m2؟ اللي هي الريشيو الاولانيه، اللي هي الام2 الريشيو اللي هنا. طب يلا، وتحت مجموعه الاثنين ريشيو. هنا هنعمل y1 تايمز m1 بلس y2 تايمز m2، والناحيه الثانيه تحت هنا هنعمل m1 بلس m2. طبعا انت خلاص عارف مين واي 1 ومين 2. ركز معايا الله يرضى عليك، تاني عشان احط الحته دي مهمه. لو اللاين بتاعك اسمه اي بي يبقى الاي اكس 1 واي 1 والبي اكس 2 واي 2، ومن الاي للنقطه اللي قسمت ام 2، ومن النقطه اللي قسمت لغايه اخر اللاين دي ام 1.
طب لو اللاين بتاعك اسمه بي اي، تبقى البي هي النقطه الاولى اكس 1 واي 1 والاي هي النقطه الثانيه اكس 2 واي 2. طب من البي للسي اللي هي النقطه اللي قسمت ام 2، ومن السي للاي اللي هي من النقطه اللي قسمت الاخر يبقى اسمها ام 1. الحته الصغيره دي لو ظبطت معاك عمرك ما تطلع قانون غلط. فاضل حته صغيره بس عايز اقول لك عليها، لو السي السي قسمت اللاين بتاعك انترنالي، لو السي قسمت اللاين بتاعك انترنالي يبقى الريشيو اللي اسمها ام 2 على ام 1 دايما بناخدها بالبوستيف. طيب لو السي قسمت اللاين بتاعك اكسترنالي، يعني لو النقطه اللي قسمت موجوده بره، وقلت لك يعني في الحصه النقطه اللي قسمت موجوده بره، يبقى الريشيو بتاعتك اللي اسمها ام 2 على ام 1 بتساوي دايما رقم بالنيجاتيف. يعني لو هو اداها لك هتاخدها بالنيجاتيف، هو مش هيديها يقول لك اكسترنالي فانت تاخدها بالنيجاتيف. طب معلش عندي حاجتين كده عشان حبايبنا اللي بيتلخبطوا. باشا لو عندك ام 2 على ام 1 بالنيجاتيف، طبعا كلمه بالنيجاتيف يعني هي اكسترنالي، فلاقي حي الفلاح يا مستر اخد النيجاتيف فين، فوق ولا تحت ولا مع مين؟ باشا رقم بالنيجاتيف ريشيو بالنيجاتيف، انت كبير خدها مع اي واحد سواء مع اللي فوق ولا مع تحت، دي ريشيو بالنيجاتيف. سؤال تاني غبي يقول يا مستر انت ليه كاتب ام 2 على ام 1؟ ما تكتب ام 1 على ام 2 زي البني ادمين يا حمار. هو مش انا قايل ان نقطه البدايه اسمها ايه؟ طب ما انا طبيعي لما اجي اكتب اللاين ده هكتب ايه؟ هكتب اي سي على سي بي، اهو ما هو اسمه اي سي على سي بي، اللاين اسمه اي بي، يبقى هقول من اي لسي ومن سي لبي. انا وانت اتفقنا مع بعض ان من الاي للسي هي ام 2 ومن السي للبي هي ام 1، يبقى هي اصلا منطقيه جدا ان الريشو تتكتب ام 2 على ام 1. ما تسالنيش سؤال زي ده. يبقى الاي بي من نقطه البدايه للنقطه اللي قسمت احنا سميناها ام 2 عشان القانون بتاعك يبقى شكله حلو بس والله العظيم بس، ومن السي للبي ام 1. يبقى طبيعي لما اقول اي سي على سي بي هقول لك ام 2 على ام 1. انت بقى اللي مسرع الفيديو، مسرع الفيديو ليه؟ اعمل لي انا تايمز 2 عمال ارقص قدامك ليه؟ اهدى بابا، انا اصلا بتكلم بسرعه. بالراحه، بدل ما اتكلم بالراحه واخلي تايمز 2 بتاعتك دي مش جايبه فايده، هعمل لك سلو موشن هنا، انت حر. يبقى النقطه البوينت اللي عندك دي اول درس عندك في شابتر 2 عرفنا ازاي بنجيب النقطه اللي قسمت اللاين بتاعك، اتفقنا؟ يلا ليسون 2. خلي بالك ان ليسون 2 بقى جامد جدا 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 جدا. ازاي تكون الايكويشن اوف ذا ستريت لاين؟ عايز اكون ايكويشن الستريت لاين وركز معايا. بص يا معلم عشان خاطر متفقين مع بعض، انا هكتب لك دلوقتي الكلام الجديد اللي عليك في الدرس ده وبعدين اقعد اراجع على كل حاجه قديمه بس واحده واحده. لو عايز تكون ايكويشن الستريت لاين فاحنا عندنا السنه دي شكلين، واحد قديم واحد جديد. اول شكل عندنا حاجه اسمها الفيكتور فورم، والشكل القديم اللي هو كان اسمه الكارتيزيان فورم بتاع الايكويشن بتاعت الستريت لاين. باشمهندسين من هنا لغايه لما ربنا يفتكرك، لما اقول لك عايز اكون ايكويشن الستريت لاين ترد عليا كلمتين تقول لي عايز بوينت وسلوب. اول ما اقول لك عايز اكون ايكويشن ستريت لاين تقول لي عايز بوينت وسلوب، مش معاك بوينت وسلوب عمرك ما تعرف تكون ايكويشن ستريت لاين. يبقى اول ما اقول لك عايز اكون ايكويشن ستريت لاين ما تفكرش انا عايز اكون الفيكتور فورم ولا الكارتيزيان فورم، لا انا عايز بوينت وسلوب. لو معاك بوينت وسلوب تعرف تجيب ايكويشن اي حاجه في الدنيا، اي لاين في الدنيا. تعالى يبقى دايما لازم يبقى معاك السلوب بتاعك ولازم يبقى معاك بوينت على اللاين، يعني لازم يبقى معاك الميل بتاع اللاين ويبقى معاك بوينت على اللاين، مش اي بوينت، ها عايز بوينت على اللاين. طب بص يا معلم الكارتيزيان، او تعالى نبدا الاول بالفيكتور فورم. الفيكتور فورم اسمه ار ايكوال اي بلس كي تايمز اليو. تعالى كده نمسك بس الكلمتين دول بالتفصيل. بص يا باشمهندسين الاي دي اللي هي اي نقطه عندك على اللاين اللي احنا بنسميها اكس واي، ما هو طبيعي اي لاين في الدنيا عليه نقط كتير قوي، فانا بقول اكس واي يعني نقطه موجوده على اللاين ايكوال. طب مين الايه دي؟ النقطه اللي لازم تبقى معاك وانت شغال اهو،
يبقى البوينت اللي لازم تبقى معايا اسمها اكس 1 واي 1، دي النقطه اللي انا محتاجها. يبقى لما اقول لك مين النقطه اللي موجوده على اللاين تقول لي اكس 1 واي 1 اللي هي بتتكتب هنا بلس الكي، ده كونستانت لاي بوينت، ده كونستانت لبوينت معينه ماشي، بنعرف نجيبه بس ما علينا دلوقتي، احنا قلنا التفاصيل بتاعته من شويه. طيب اليو، اليو اكيد هي مين؟ اكيد هي السلوب، مش انا وانت اتفقنا مع بعض ان انا محتاج بوينت وسلوب؟ طب انا معايا بوينت يبقى ناقصني مين؟ السلوب. ركز في الحته دي، لو جيت قلت لك مثلا 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 ان السلوب بتاعك الام، السلوب بتاعك ال على ان، يعني السلوب طلع رقم على رقم، احطه ازاي في اليو؟ فاكر؟ اه ما هو ده اكس على واي صح ولا لا؟ لا سوري، انا وانت عارفين السلوب واي على اكس، فاكر تان سيتا؟ واي على اكس، يبقى اللي فوق ده بيمثل لك الواي واللي تحت بيمثل الاكس، يبقى تاخد اللي فوق تكتبه مكان الواي وتاخد اللي تحت تكتبه مكان الاكس. يعني مثلا لو قلت لك السلوب بيساوي 2 اوفر 3 يبقى تحط هنا كام؟ ما هي دي واي على اكس، تحط هنا 2 واللي تحت يتحط في الاول، يبقى الـ 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 الاولاني بيتحط مكان الواي والتاني بيتحط مكان الاكس. طب دايما كده بعد ما بتطلع ال، دايما بعد ما بتطلع الفيكتور فون بيطلب منك حاجه اسمها التو بارامتريك. مين يا معلم التو بارامتريك؟ يعني الاكس بتساوي كام والواي بتساوي كام؟ بنجيب ازاي التو بارامتريك؟ ركز معايا الله يرضى عليك. بص يا معلم، اكس بتساوي اكس 1 بلس كي تايمز الان، يبقى اكس اهي كتبت الاكس خلاص، يبقى اكس 1 ادي اكس ايكوال اكس 1 بلس كي تايمز الان. طب عايز اجيب الواي، يبقى الواي بتساوي واي 1 بلس كي تايمز ال، ادي واي 1 بلس كي تايمز ال. تعرف تجيب التو بارامترك وهنحل عليها كتير. وصلت؟ يبقى عشان تكون شكل الفيكتور فور محتاج حاجتين، نقطه من النقطه اللي هي اكس 1 واي 1 والسلوب اللي احنا بنكتبه على شكل اليو اللي هو الشكل ده. لو السلوب رقم على رقم اللي تحت يتحط مكان الاكس واللي فوق يتحط مكان الواي، لان انا وانت عارفين دايما ان السلوب واي على اكس. في مشكله يا جماعه؟ طيب كلام زي الفل قشطه. طب لو عايز اكون بقى الكارتيزيان، قديمه الكارتيزيان قوي برضو، عايز بوينت وسلوب. مين يا هندسه شكل الكارتيزيان بتاعك؟ واي ماينس واي 1 ايكوال السلوب اكس ماينس اكس 1. ولو انت فاكر لو السلوب بتاعك ده طلع فراكشن كنا بنعمل حركه الساعه، ده يتضرب هنا وده يتضرب هنا عشان تكون شكل الايكويشن. يبقى الام، الام بالنسبه لك هي السلوب، استنى عشان خاطر حاسس اللون ده مش هيبان النقطه دي، اهو اهو يلا 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 يا معلم. يبقى الام ده هو السلوب. طب مين اكس 1 واي 1؟ الاكس 1 واي 1 دي النقطه اللي عندك، ما انا وانت متفقين البوينت اسمها اكس 1 واي 1 والسلوب يا معلم بيساوي مين؟ ام. ده اللي ورايا، ده الكلام الجديد عندك. طب تعالى انا عايز اراجع لك، اراجع على ايه؟ عايز اراجع ازاي تجيب السلوب مثلا، عشان محتاجينها كمان شويه. عايز اراجع لو عندك اتنين لاين بارل لبعض، لو اتنين لاين بربنديكولار على بعض، لو لاين قطع الاكس اكسس والواي اكسس. تعال نرجع الكلمتين دول كده بسرعه. بص يا هندسه، اولا انت بتعرف تجيب السلوب اوف ذا ستريت لاين، تعرف تجيب السلوب بتاع الستريت لاين بكام طريقه؟ تعال نعد الكلام ده، انا محتاجه والله العظيم في الدرس اللي جاي، فركز فيه الله يسترك. بص يا معلم، واحد لو انا مدي لحضرتك 2 بوينتس، يعني ايه مدي لك 2 بوينت؟ يعني مدي لك لاين اهو فينا نقطه اسمها اكس 1 واي 1 وفيها نقطة اسمها x2 y2، مديلك نقطتين وانت عايز تجيب السلوب، يبقى السلوب بيساوي سمعلي كده جدع y2 minus y1 على x2 minus x1. يبقى لو مديلك 2 بوينت تعرف تجيب السلوب ولا لا؟ اه اجيب السلوب ازاي؟ y2 minus y1 على x2 minus x1، ادي حاجة. طيب لو مديلك ثيتا، مين ثيتا دي؟ لو ده الاكس اكسس وده الواي اكسس وجيت رسمت اللاين بتاعي كده مثلا، فين الانجل اللي عامله بوزيتيف دايركشن مع الاكس اكسس؟ الانجل دي، الانجل دي عامله البوزيتيف دايركشن مع الاكس اكسس، يعني دي ثيتا. طب لو معايا ثيتا بعرف اجيب السلوب ازاي؟ جدع، بنجيب السلوب عباره عن تان ثيتا. يبقى لو معاك السلوب تعرف تجيب تان ثيتا، ولو معاك نقطتين تعرف تجيب السلوب ازاي؟ y2 minus y1 على x2 minus x1. انا براجع ازاي تعرف تجيب السلوب. طيب حته كمان، طب لو انا مدي لك ايكويشن الستريت لاين، كتبت لك مثلا y equal mx plus c، فاكر؟
لو الايكويشن بتاعتك مكتوبه بالمنظر ده، لو الايكويشن بتاعتك مكتوبه بالمنظر ده، دايما الرقم اللي جنب الاكس هو السلوب. معلش يا مستر، يعني ايه الايكويشن مكتوبه بالمنظر ده؟ يعني الواي جنبها في 1 وقاعده لوحدها. لو الواي جنبها في 1 وقاعده لوحدها، يبقى الرقم اللي جنب الاكس هو السلوب. لو الواي جنبها 1 وقاعده لوحدها، يبقى الرقم اللي جنب الاكس هو السلوب. ادي واحد. طب لو مدي لك ايكويشن الستريت لاين كده، اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال 0، لو مدي لك ايكويشن الستريت لاين كده وانا عايز اجيب السلوب، فاكر كنا بنقول السلوب نيجاتيف كوفيشن اوف اكس على الكوفيشن اوف واي، يعني نيجاتيف الرقم اللي جنب الاكس على الرقم اللي جنب الواي، يعني خد الرقم اللي جنب الاكس بعكس الاشاره. مين الرقم اللي جنب الاكس يا معلم؟ الاي. يبقى عندك نيجاتيف الاي على الرقم اللي جنب الواي زي ما هو، اللي هو مين؟ بي. طب انت ليه يا مستر بتقول لي لو مديك الايكويشن بتاعت الستريت لاين ازاي اطلع منها السلوب؟ بتقول لي ليه؟ مش هو المفروض في الدرس ده انا اللي اجيب الايكويشن بتاعت الستريت لاين؟ بس انا ممكن اعمل حاجه، ممكن ادي لك اتنين لاين برق لبعض، اقول لك كون انت ده، واقول لك اللاين ده برق لده، فانت عايز من اللاين التاني تطلع السلوب بتاعه، عشان انا وانت عارفين لو الاتنين لاين برق لبعض يبقى ليهم نفس السلوب، فانت ساعتها احتجت تجيب السلوب بتاع اللاين ده عشان تقول لي هو هو نفس الميل بتاع اللاين بتاعي، يبقى احتجت تجيب السلوب من ايكويشن ولا لا؟ طيب تعالى نفتكر برضو الحتتين دول. بص يا هندسه، لو قلت لك ان انا عندي ال1 برق ال2، لو عندك اتنين لاين برق لبعض يبقى السلوب بتاع اللاين الاولاني ايكوال السلوب بتاع اللاين التاني، لو عندك اتنين لاين برق لبعض يبقى السلوب بتاع اللاين الاولاني ايكوال السلوب بتاع اللاين التاني، لو عندك اتنين لاين برق لبعض يبقى السلوب بتاع اللاين الاولاني ايكوال السلوب بتاع اللاين التاني. فيها مشكله؟ طيب يبقى لو معايا واحد هو معايا التاني. طيب لو قلت لك ان انا عندي اللاين الاولاني بيربنديكولار على اللاين التاني، وانت ربنا كرمك وعرفت تجيب السلوب بتاع اللاين الاولاني، ربنا كرمك وعرفت تجيب السلوب بتاع اللاين الاولاني، تعرف تجيب السلوب بتاع اللاين التاني ولا لا؟ فاكر؟ قول. طب بقول ايه لو انت جدع؟ جدع، شقلب واقلب. يعني ايه شقلب واقلب؟ يعني خد السلوب بتاع اللاين الاولاني شقلبه واعكس اشارته اهو، شقلب واقلب. يعني ايه شقلب واقلب؟ يعني لو السلوب ده مثلا طلع 3 اوفر 5 يبقى السلوب الثاني 5 اوفر 3 بس بالنيجاتيف، يبقى شقلب واعكس الاشاره. وصلت؟ يبقى لو الاثنين لاين برق لبعض ليهم نفس السلوب، لو الاثنين لاين بيربنديكولار على بعض ومعايا السلوب بتاع واحد اعرف اجيب السلوب الثاني. ادي حاجه. طيب عايز افكرك بحاجه كمان، خلي بالك ان دي كلها مجرد افكار وهنحتاجها واحنا شغالين واحنا بنحل. بص يا معلم، لو ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، ادي اكس وادي اكس داش، ادي واي وادي واي داش، وانا جيت رسمت لك لاين كده، لا اللاين ده مش حلو، رسمت لك مثلا لاين كده، ادي اللاين بتاعك، وجيت مثلا اديتك النقطه دي، طبعا النقطه دي طالما هي موجوده على الواي اكسس اكيد الاكس بتاعتها بتساوي كام؟ زيرو. وهنا مثلا رقم اسمه بي. طب النقطه دي نقطه موجوده على الاكس اكسس يبقى اكيد الواي بزيرو والاكس برقم، مثلا الاكس بايه والواي بتساوي زيرو. ممكن تركز معايا في اللي انا بقوله؟ لو انا اديتك النقطتين دول وقلت لك روح كون ايكويشن الستريت لاين، جميله جدا والله العظيم، مش انت معاك نقطتين تعرف تجيب ال... استنى استنى استنى، طالما قلت لك كون ايكويشن الستريت لاين فترد عليا تقول لي يا مستر عايز حاجتين، عايز بوينت وعايز سلوب. تعالى اجيب لك البوينت يا معلم واسلوب. اولا كده كده انت معاك الحمد لله 2 بوينت، يعني معاك نقطتين، يعني اكتر خير الدنيا معاك نقطتين، ها مش نقطه واحده، يبقى اي واحده ممكن اعتبرها اكس 1 واي 1. طب عايز اجيب السلوب، هو مش انا معايا نقطتين؟ يبقى اكون السلوب ازاي؟ واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، تعرف تكون السلوب. يبقى انا الحمد لله معايا السلوب ومعايا اي نقطه من الاثنين ممكن اعتبرها اكس 1 واي 1. فيها مشكله؟ طب انا عايز اقول لك على طريقه ثانيه جميله جدا، طريقه تعجبك، صلي بينا على النبي. لو معاك المسافه اللي اللاين فيها قطع الاكس اكسس والمسافه اللي اللاين بتاعك فيها قطع الواي اكسس، اعرف اكون الايكويشن بتاعت الستريت لاين كده. ميزه عايز اقول لك عليها. مستر اكون بقى ايكويشن الستريت لاين ازاي؟ بص هتبقى اكس
على الرقم اللي قطع فيه الاكس بلس واي على الرقم اللي قطع فيه الواي ايكوال 1. الوان ده ثابت؟ اه. طب انت يا مستر بتقول لي المعلومه دي ليه؟ يعني قول لي يا مستر بتقول لي المعلومه دي ليه؟ للاسف هرد عليك رد جميل قوي، اقول لك ما هو لو اداك الايكويشن بالمنظر، لو هو اللي اديها لك بقى، هو اداها لك كده قال لك اكس على رقم بلس واي على رقم ايكوال 1، يا عم مش خساره فيك. بص يا معلم، يعني لو قلت لك مثلا اكس على 2 بلس واي على 3 ايكوال 1، لو انا مديها لك كده وقلت لك اللاين بتاعك قطع الاكس اكسس فين؟ قطع الاكس اكسس في انهي نقطه؟ تقول لي يا مستر اكيد قطع الاكس اكسس في النقطه اللي اسمها 0 2 سوري 2 0 2 0. طب لو قلت لك اللاين بتاعك قطع الواي اكسس فين؟ ما هي النقطه دي اسمها 3، يبقى تقول لي قطع الواي اكسس في النقطه اللي اسمها 0 3. بس كده يعني يا مستر؟ اقول لك على حاجه، والله العظيم ولا ليها لازمه يا مستر. ازاي ده يا عم؟ والله ولا ليها لازمه، صلى بينا على النبي. مش لو هو قال لك هات تقاطع الانترسكشن بوينت اللاين بتاعك مع الاكس اكسس، يعني عايز تجيب النقطه دي؟ طب مش انا وانت عارفين ان الواي بتساوي 0؟ طب ما تيجي كده تحط هنا مكان الواي 0. ما انت لو حطيت مكان الواي 0 ده كله هيطير صح؟ يبقى الاكس اوفر 2 ايكوال 1، اعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع برده الاكس بتساوي 2. يبقى انا برده جبت النقطه دي اسمها 2 0 بلاش. طب لو قلت لك، لو قلت لك عايز اجيب تقاطع اللاين بتاعك مع الواي اكسس، يعني هات لي الانترسكشن بوينت لللاين بتاعك مع الواي اكسس. اه مستر اللي هي 0 0 3. لا يا معلم مش هعمل كده. ما انا وانت عارفين اللاين طالما قطع الواي اكسس يبقى الاكس بتساوي كام؟ 0. طب انت لو حطيت الاكس ب 0 مش ده كله هيطير؟ يبقى عندك واي اوفر 3 ايكوال 1، لو عملت كروس مالتيبليكيشن برضه تعرف تجيب الواي تطلع 3. انا بس بسهل عليك الخطوات بتاعتك. يبقى لو عايز تجيب الايكويشن بسرعه تعرف تجيبها اكس على اي بلس واي على بي ايكوال 1، ولو هو اداها لك تعرف تطلع الانترسكشن بوينت بين اللاين والاكس اكسس، وتعرف تطلع الانترسكشن بوينت بين اللاين والواي اكسس. فيها مشكله؟ تعال نشوف اللي بعديه. طيب الدرس اللي بعديه او الليسن اللي بعديه كان بيتكلم على عايز اجيب انجل بتوين تو لاينز. اهو عايز اجيب الميجر اوف ذا انجل بتوين تو ستريت لاينز، يعني عايز اجيب الانجل بتوين تو ستريت لاين. بص يا هندسه، لو انا عندي اللاين ده اسمه L1 وعندي اللاين ده اسمه L2، هسألك سؤال وركز اوعى تتهور. الاثنين لاين دول في بينهم كام انجل؟ اوعى ترد عليا وتقول لي 4، لا في بينهم 2 انجل بس. ليه يا مستر؟ يا معلم ما هي الانجل دي هي نفس الانجل دي، والانجل دي هي نفس الانجل دي، يبقى في كام انجل؟ هما 2. بتكلم على الميجر، ها هما 2. طيب تعالى بقى نمسح كده ونتكلم على واحده بس. اولا القانون اللي انا هكتبه لك دلوقتي او الرول اللي انا هكتبه دلوقتي بيجيب لك انهي انجل من الاثنين؟ بيجيب لك دايما الانجل الاكيوت. يعني ايه الانجل الاكيوت؟ يعني الانجل الصغيره، يعني بيجيب لك الانجل الصغيره وليكن مثلا هي دي. طيب تعالى نكتب الرول كده وندردش فيه شويه. الرول مبدئيا كده اسمه تان سيتا. يعني انا يا مستر اصلا مش بجيب سيتا على طول، لا انت بتجيب سيتا وبعد ما تجيب سيتا تعمل شيفت تان اعرف اجيب سيتا. مين سيتا؟ الانجل الاكيوت بتوين التو ستريت لاينز. يبقى انا بجيب الانجل الصغيره بين الاثنين. طب يا مستر لو هو طلب مني الانجل الاوبتيوس، يعني طلب مني الثانيه، يا عم عادي هات انت الاكيوت واعمل 180 ماينس تجيب اللي جنبها. سمعني؟ طب بص مين بقى الرول؟ عندك هنا ام 1 ماينس ام 2 وهنا 1 بلس ام 1 تايمز ام 2. هو مين يا مستر ام 1 وام 2؟ ابهرك، ام 1 وام 2 هي السلوب بتاع الستريت لاين، وانا من شويه كنت عمال اراجع لك ازاي تجيب السلوب بتاع الستريت لاين. يبقى انت محتاجها في القانون ده ولا لا؟ يعني محتاج تجيب السلوب بتاع اللاين الاولاني، محتاج تجيب السلوب بتاع اللاين الثاني. مستر هو ايه دول يا مستر؟ دي الابسليوت. ايه الابسليوت دول؟ بيطيروا النيجاتيف، ليها زرار عندك على الكالكليتور. او ريح دماغك يا معلم، ريح دماغك خالص. باشا باشا ركز كده، ركز، احسب اللي جوه دايما لوحده، بس لو الناتج طلع لك نيجاتيف اكتبه انت بالبوزيتيف. طب لو طلع بالبوزيتيف سيبه زي ما هو. وصلت؟ يبقى لو عايز تجيب الانجل بتوين تو ستريت لاينز عندك رول جميل قوي. كان في فكره صغيره عايز اقول لك عليها، فكره صغيره بس. فاكر يا معلم لو انا جيت اديتك الكامل ولا ايه؟ يلا يا معلم،
فكره صغيره بس عايز اقول لك عليها. لو انا جيت قلت لك ان انا عندي ترينجل ودي نقطه A ودي نقطه D ودي نقطه C، هنا كده في x1 y1، وهنا كده في بوينت اسمها x2 y2، وهنا كده في بوينت اسمها x3 y3، وانا طلبت منك ان انا عايز اجيب الانجلز جوه الترينجل ده. بالراحه كده وركز معايا. اولا دي انجل اسمها A ودي انجل اسمها B ودي انجل اسمها C. انا هجيب لك التلاتة انجل وركز في الجملتين اللي كنا بنقولهم في الحصة. واحد، اولا انا عايز استخدم القانون ده اللي هو اسمه تان سيتا ايكوال ام1 ماينس ام2، وعندك هنا كده 1 بلس ام1 تايمز ام2. ماشي، هستخدمه كم مرة؟ تلات مرات. مرة هجيب السلوب بتاع الاي بي والسلوب بتاع الاي سي اعرف اجيب الانجل بينهم، ومرة اجيب السلوب بتاع البي اي والسلوب بتاع البي سي اعرف اجيب الانجل اللي بينهم. استنى، ما تقوليش يا مستر هعمل 180 ماينس عشان خاطر اجيب الانجل الثالثه. لا، انا هكمل عادي، هجيب السلوب بتاع السي بي والسلوب بتاع السي اي واشتغل بالقانون برضو، ما فيها مشكله. طب تعالى بس اراجع لك، هو انت هندسه بتعرف تجيب السلوب بتاع الاي بي ولا لا؟ اه. طب قول لي كده، اجيب السلوب بتاع الاي بي ازاي؟ واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2، سوري اكس 2 ماينس اكس 1. طب تعرف تجيب السلوب بتاع البي سي ولا لا؟ اه. اجيب السلوب بتاع البي سي ازاي؟ واي 3 ماينس واي 2 على اكس 3 ماينس واي 2 ماينس اكس 2. طب تعرف تجيب السلوب بتاع الاي سي ولا لا؟ اه اعرف اجيب السلوب بتاع الاي سي. يبقى عندك واي 3 ماينس واي 2 وعندك هنا اكس 3 ماينس اكس 2. فيها مشكله؟ كان انت معاك كام سلوب؟ 3. تعرف تخش بالسلوب بتاع ده وده تجيب انجل بي، السلوب بتاع ده وده تجيب انجل اي، السلوب بتاع ده وده تجيب انجل سي. ركز وافتكر الكلمتين دول الله عليك. عندي كام احتمال؟ عندي احتمالين مهمين جدا، ان الترينجل ده يبقى اكيو ترينجل. طب اعرف مين هو اكيو ترينجل؟ عادي، بعد ما تجيب الثلاثة انجل هتجمع انجل اي مع انجل بي مع انجل سي، هتلاقي الثلاثة انجل مجموعهم 180، يبقى انت مسالتك عدت زي العسل 100 فل و10. طب لو بعد الشر جيت اجمع انجل ايه مع انجل بي ومع انجل سي، تعال اقول لك كده بنشغل دماغنا بنجيب الناتج الصح على طول، اكيد اقول لك ماثماتيك بنعمل ايه. بص يا باشمهندسين، لو جيت اجمع الثلاثه انجل مع بعض مجموعهم ما طلعش 180، فده معناها ان في انجل ضحكت عليا هي مش اكيوت وهي اوبتوس. ليه؟ ما هو القانون ده انا وانت عارفين دايما بيجيب لك الانجل الاكيوت. طب ايه المانع ان الانجل جوه الترينجل تبقى اوبتوس؟ هعرف منين؟ لما تيجي تجمع الثلاثه انجل مع بعض هتلاقي مجموعهم مش 180، اقل من 180، فده معناها ان في انجل مش اكيوت، ده في انجل اوبتوس. طب انا هعملها ازاي؟ شغل دماغك. مش في واحده ضحكت عليك؟ جرب كل واحده، لو هي اوبتوس هتطلع 180 ولا لا. يعني ركز معايا في المساله دي، يعني امسك انجل ايه اللي انت جبتها وقول دي اللي ضحكت عليا، فدي مش اكيوت ده دي اوبتوس، فاعمل 180 ماينس دي جبت انجل ايه الاوبتوس، اجمعها مع البي والسي، طب مجموعهم طلع 180، يبقى فعلا الاي كانت ضحكه عليك. طب لو مجموعهم ما طلعش 180 يبقى الاي انت ظلمتها. قول خلاص، يبقى الاي اكيد هي اكيوت زي ما هي. امسك انجل بي قول البي ضحكت عليا، هي مش اكيوت ده اكيد هي اوبتوس. طب اجيب الاوبتوس بتاعها ازاي؟ اعمل 180 ماينس البي، جبت انجل بي الاوبتوس، اجمعها مع الاي والسي، لو طلع مجموعهم 180 يبقى البي فعلا كانت ضحكت عليك. طب لو مجموعهم ما طلعش 180 يبقى انت ظلمت البي. وامسك اخر واحده، امسك السي، السي قول هي ضحكت عليا، فانا عايز اجيب الاوبتوس بتاعت السي، فاعمل 180 ماينس السي، جبت الناتج الاوبتوس بتاعها، اجمعها مع الاي والبي، لو طلعت 180 يبقى ده الناتج زي الفل و10. ليه بقول لك الكلمتين دول؟ لان دايما القانون ده انا ما اعرفش بيجيب لك انهي واحده، الاوبتوس ولا هو دايما بيجيب الاكيوت، بس انا ما اعرفش الانجل بتاعتك الاصليه اوبتوس ولا اكيوت. طب حاجه كمان، طبعا كان ليها حل ماثماتيك، انك تروح تجيب التايب بتاع التراينجل اكوردنج تو اتس انجل. ازاي؟ فاكر كنا بنجيب التلات اطوال، نجيب الثري سايد، التلات اطوال ديستانس بتوين تو بوينت، المسافه اللي اسمها اي بي، المسافه اللي اسمها بي سي، اللي اسمها سي اي. فاكر كنا بنجيب الديستانس بتوين تو بوينت ازاي؟ بتعمل روت براكت سكوير بلس براكت سكوير نيجاتيف نيجاتيف، هنا بتعمل اكس ماينس الاكس، هنا بتعمل الواي ماينس الواي. طب بعد ما تجيب الثلاث مسافات تاخد السايد الكبير تعمل له باور 2 والاثنين الصغيرين تعمل لهم باور 2 وتجمعهم مع بعض، لو لقيت ان هم ايكوال لبعض يبقى الترينجل بتاعك رايت انجل ترينجل. طب لو لقيت الكبير اللي انا عملت له سكوير ده مثلا هو الاي سي،
اكبر من الاثنين التانيين. الكبير كان اسمه ايه؟ اي سي. ها يبقى الترينجل ده اوبتيوس ترينجل ات بي. اشمعنى ات بي؟ ما هو طالما الاي سي اطول سايد عندك يبقى قدامه اكبر انجل. طب لو لقيت ان الاثنين الصغيرين اللي هو الاي بي سكوير بلس السي بي سكوير اكبر من الاي سي سكوير، يعني الاثنين الصغيرين اكبر من الكبير سكوير، يبقى الترينجل بتاعك ده عباره عن اكيوت ترينجل. فيها مشكله؟ حته صغيره بس عايز اقول لك عليها وركز فيها الله يرضى عليك. باشا لو انت رحت تجيب السلوب بتاع اول سايت مثلا، يعني طلع 3 اوفر 5 ورحت تجيب السلوب بتاع البي سي طلع مثلا 5 اوفر 3 بالنيجاتيف، باشا اقسم بالله محتاجين عينك، والله محتاجين عينك. لو لقيت السلوب الاول طلع كده والسلوب الثاني طلع كده اوعى تكمل، ده الاثنين دول زي بعض بس متشقلبين ومعكوسين في الاشاره، يبقى اكيد السايدين دول بيربنديكولار على بعض، يعني اكيد. بس بقى يبقى اكيد السايد الاولاني عامل كده والسايد الثاني عامل كده، يعني بيربنديكولار على بعض، يبقى اكيد الترينجل بتاعك عامل كده. ادي الاي وادي البي وادي السي، يعني الانجل دي اكيد كام؟ 90. طب انت عرفت ان دي 90 يا مستر؟ اكمل ازاي؟ خليك ناصح، مش انت معاك نقطه اي ونقطه بي؟ اه. تعرف تجيب الديستانس بين الاي والبي؟ القانون لسه باين منه حتى اهو، ديستانس بتوين تو بوينت، تعرف تجيب الطول ده. طب مش معاك البوينت اللي اسمها بي والبوينت اللي اسمها سي؟ اه. تعرف تجيب الطول ده ولا لا؟ ديستانس بتوين تو بوينت، جبت الطول ده. تعرف تجيب الطول ده ازاي؟ قول لي كده ازاي؟ قاعد عيالة بايثاغورس، هات الطول ده. طب طالما معاك الثلاث اطوال، مساله خلصت. اه مستر عايز اجيب الانجل، انت لسه ما جبتش الانجل يا عم اتقل. مش انت عايز تجيب الانجل دي مثلا؟ ايه مش عايز تجيب الانجل دي مثلا؟ بس طب ما انت قول يا ابني، بس بقى مش انت عايز تجيب الانجل دي مثلا؟ يبقى تقول لي ساين سي اوبزيت على الهايبوتنس اعمل شيفت ساين، او كوزاين سي ادجيسنت على الهايبوتنس اعمل شيفت كوزاين، او تان سي اوبزيت على الادجيسنت واعمل شيفت تان. او ممكن طب لو عايز اجيب الاي اعمل ايه ازاي؟ 180 ماينس مجموع الاثنين دول تعرف تجيب انجل ايه، او ممكن بقى انجل ايه برضه امسكها اعمل لها ساين او كوزاين او تان واجيب شيفت ساين او شيفت كوزاين او شيفت تان. طيب ركز معايا الدرس اللي بعديه. لو عايز اجيب اللينس بيربنديكولر فروم ا بوينت تو ستريت لاين، ركز كده معايا في الرسمه دي الله يرضى عليك. بص يا معلم، لو انا عندي هنا بوينت وعندي هنا لاين، ادي ده لاين كده ودي بوينت، هو انت بتعرف تجيب الديستنس بتوين تو بوينت ولا لا؟ لسه قايل لك على القانون بتاعها من شويه، هي المسافه بين نقطتين اللي هو كان روت كبير براكت سكوير بلس براكت سكوير في النص، بنعمل اكس ماينس اكس واي ماينس الواي. طب انا عايز دلوقتي اجيب المسافه العموديه البربنديكولار ديستنس بين بوينت ولاين، عايز اجيب المسافه العموديه دي. خلي بالك ان كلمه الشورتست ديستنس بتوين البوينت واللاين، يعني اقصر مسافه بين النقطه واللاين، هي البربنديكولار ديستانس بين البوينت واللاين. اقول لك ليه المسافه العموديه هي اقصر مسافه؟ بقول لك ايه، لو عملت خط كده هل ينفع تقول لي الخط ده اطول من الخط ده؟ هل ينفع تقول لي ان ده اقصر من ده؟ اوعى تقول لي يا مستر ما هي باينه، انت مجنون ولا ايه؟ واحنا بنشتغل بهي باينه؟ باشا الترينجل ده رايت انجل ترينجل صح؟ ده هايبوتنس وده سايد عادي، يبقى اكيد مين اللي اكبر؟ اكيد ده اكبر من ده، وانا بدور على اقصر مسافه، يبقى بدور على البربنديكولار ديستانس. ليه بقول لك كده؟ عشان ممكن بدل ما يجي يطلب منك البربنديكولار ديستانس اللي هي ال ال، احنا بنسمي المسافه دي ال، يطلب منك الشورتست ديستانس، ما هي اقصر مسافه هي المسافه العموديه. طب عندي رول بيجيب لك ال ال دي، ركز، مين القانون اللي بيجيب لك المسافه من البوينت لللاين ده؟ بص يا معلم، اولا عشان تعرف تجيب المسافه دي محتاج حاجتين. واحد، محتاج البوينت دي بتساوي كام؟ وليكن مثلا البوينت دي انا هسميها ام وان، البوينت اللي فوق اللي انت نازل منها انا هسميها ام وان. طب اللاين اللي تحت محتاج الايكويشن بتاعته، يعني محتاج الايكويشن بتاعته، يعني ده مثلا اسمه اي اكس بلس دي واي بلس سي ايكوال زيرو، يبقى مش تعرف تجيب المسافه العموديه غير لما يبقى معاك حاجتين، بوينت ولاين، بوينت ولاين، اتفقنا؟ طيب عايز اجيب المسافه العموديه دي، عندنا قانون انا بسميه ابسليوت على روت، يبقى البربنديكولار ديستانس اسمه ايه؟ ابسليوت على روت. البربنديكولار ديستانس المسافه العموديه اسمه ابسليوت على روت. ركز بقى،
شايف الايكويشن دي؟ بتكتبها زي ما هي هنا. بس ده اللي بيحصل. بص ادي ايه؟ مش بنكتب الاكس دي. امال بنعمل ايه؟ لا عايزين لون تاني. مش بنكتب الاكس دي. بنكتب الاكس بتاعت البوينت، يبقى احط هنا ام. كمل كمل. بلس ادي البي. مش بنكتب الواي، الواي دي. امال بنعمل ايه؟ بنكتب الواي بتاعت البوينت ان، ادي ان اهو. كمل بقيه الايكويشن زي ما هي بلس سي. طب بنحط مين تحت؟ الكوفيشن اوف اكس سكوير بلس الكوفيشن اوف واي سكوير. يعني الرقم اللي جنب الاكس بنعمل له باور 2 بلس الرقم اللي جنب البي بنعمل له باور 2. يبقى هنا اي سكوير بلس بي سكوير. وصلت؟ في حته صغيره بس عايز اقول لك عليها. هو انت محتاج تحت الايكويشن بتاعت الستريت لاين صح؟ طب ايه المانع ان انا اجي في الامتحان ادي لك مثلا نقطه هنا ونقطه هنا؟ يعني اديك كام نقطه؟ اديك نقطتين واقول لك هات لي المسافه العموديه البربنديكولار ديستانس من النقطه دي على اللاين ده. هديك طبعا النقطه اللي فوق ده لازم، بس تحت مش مدي لك مش مدي لك الايكويشن، مدي لك نقطتين. طب ما انت بتعرف تكون الايكويشن يا معلم من كام درس؟ ازاي يعني؟ مش معاك 2 بوينت اللي هي النقطه دي والنقطه دي؟ تعرف تجيب السلوب ولا لا؟ اه y2 minus y1 على x2 minus x1. طب تاخد اي نقطه فيهم وتسميها x1 y1 وتعرف تكون الايكويشن. فاكر كنا بنكون الايكويشن ازاي؟ لما كنا بنعمل y minus ال y1 equal السلوب x minus x1 وتظبط بقى شكل الايكويشن تعرف توصل للمنظر ده. يبقى ممكن يخليك انت اللي تكون الايكويشن زي ما عملنا من شويه كده تستخدمها هنا. فكره كمان عايز اقول لك عليها، او خلي بالك ممكن يعمل حاجه ثانيه. عارف ممكن يعمل ايه؟ ممكن يديلك شكل الفيكتور فورم. تعال اقولها لك. يعني بص 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 تعالى كده، تعالى تعالى. شايف اللاين ده؟ الايكويشن اللي انت عايزها دي الكارتيزيان ولا الفيكتور فورم؟ انت عايز الكارتيزيان، ده شكل الكارتيزيان صح؟ طب ايه رايك لو انا اديتك اللاين اللي تحت كده قلت لك ار ايكوال اي بلس كي تايمز اليو؟ تعالى اديك مساله. يعني قال لك هنا مثلا 3 و4 بلس كي وهنا نيجاتيف 12 و5 مثلا. انا يا مستر مش عايز مش عايز الفيكتور فور، انا عايز الكارتيزيان. تعرف تجيب الكارتيزيان؟ اه. ازاي؟ بص يا معلم ركز كده. مش دي بوينت اسمها اكس 1 واي 1؟ يعني انا معايا بوينت ولا مش معايا بوينت؟ اه معايا بوينت اسمها 3 و4. طب فاكر مش ده كان اليو اللي احنا كنا بنعرف نطلع منه السلوب؟ ازاي بقى بنجيب السلوب من اليو؟ فاكر؟ ما هي دي اكس ودي واي والسلوب اسمه واي على اكس، يبقى 5 اوفر 12. اوعى تكون فاكر ان ال 12 دي جنبها نيجاتيف، لا ده الرقم ليه نيجاتيف. ممكن تحطها مع الخمسه لو انت عايز، اه عادي، مش شرط تحطها مع ال 12. هو فراكشن بالنيجاتيف، حتى النيجاتيف دي انا ممكن اشيلها من هنا احطها هناك عادي بمزاجي، اه عادي هي هي. وصلت؟ يبقى ممكن يديلك الفيكتور فورم وانت تروح تكون الكارتيزيان فورم من البوينت والسلوب. تعمل كده بقى تقول لي واي ماينس واي 1 ايكوال السلوب اكس ماينس اكس 1 اكس ماينس اكس 1. وبعد ما تكون الايكويشن تعرف تجيب البربنديكولار ديستانس من نقطه على لاين. في فكره كمان عايز اقول لك عليها جامده قوي. بص يا باشمهندسين، لو اديتك لاين كده قلت لك مثلا ده ار 1 يعني ده اللاين الاولاني، هنا في نقطه اسمها 3 و4 بلس كي تايمز اليو 12 ونيجاتيف 5، وعندي هنا لاين تاني اللاين ده اسمه ار 2. ار 2 بيساوي مثلا 5 و13 بلس كي داش، مش نفس الكي ها، وهنا عندي 12 بالنيجاتيف وهنا عندي 5. مبدئيا عندي عايز اسال سؤال حلو، يعني هما الاثنين لاين دول برق لبعض ولا مش برق لبعض؟ وهتقول لي يا مستر اه هما برق لبعض عشان حضرتك رسمهم برق. يا عم متشكين والله العظيم على ثقتك الغاليه دي، بس انا بسالك ماسماتيك، دول مايلين ولا مش؟ وبعدين انت ممكن تبقى اعمى اصلا ومش واخد بالك هما بالظبط ولا مش بالظبط. انا بتكلم رياضيا، رياضي، حل رياضي، دول برق لبعض ولا مش برق؟ سهله، هات السلوب ده وهات السلوب ده. لو السلوب طلع نفس السلوب يبقى هما برق لبعض. طب فاكر كده بنجيب السلوب ازاي؟ واي على اكس يبقى 5 على ال 12 بس بالنيجاتيف. احط النيجاتيف فين؟ في اي داهيه. طب امسك كده اللاين ده. تعرف تجيب الاسلوب ولا لا؟ اه واي على اكس يبقى 5 اوفر 12. هل النيجاتيف بتاعت ال 12؟ لا، النيجاتيف بتاعت الرقم، يعني ممكن احطها فوق. ايه ده؟ ده نفس الاسلوب، يبقى هما برايل ولا مش برايل؟ طب دي حاجه. انا عايز ايه بقى؟ عايز اجيب المسافه بين الاثنين لاين دول. خلي بالك لو انت عندك اتنين لاين برق لبعض كده، في بينهم كام مسافه بيربنديكولار؟ كتير قوي. بص 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 بص،
دي مسافه عموديه، هي نفس المسافه دي، نفس المسافه دي، نفس المسافه دي، نفس المسافه دي، زي كده القديم بتاع القطر. البربنديكولار ديستانس دي كلها كده واحده، ماشي؟ طب انا عايز اجيب البربنديكولار ديستانس دي، عايز اجيب المسافه العموديه. ممكن تركز معايا عشان خاطر الفكره دي حلوه قوي، ويا ريت تحلها بايدك. انا عايز لون تاني. صلي بينا على النبي. مش دي بوينت؟ جبتها منين يا مستر؟ يا ابني ما اللاين اللي فوق في نقطه اهي، انا خدت النقطه دي وقلت ان هي دي. فانت عندك نقطه دلوقتي اسمها 3 و4. مش النقطه دي نازله بيربنديكولر على اللاين ده؟ بص بص انا خدت الحته دي كده. شايف انا خدت دي؟ انا خدت دي كده، خدت الجزء ده كده لوحده. معاك نقطه فوق، بس يا مستر اللاين اللي تحت معايا الفيكتور فورم بتاعته. طب ما انا وانت عارفين لو معايا الفيكتور فورم اقدر احولها للكارتيزيان. يا جدعان قسما بالله دي مهمه جدا. مش معاك بوينت على اللاين اللي تحت؟ اه، يبقى انا معايا بوينت اسمها 5 و13، عملناها من شويه والله كتير. ومعاك السلوب اللي هو نيجاتيف 5 على 12. وطالما معاك بوينت وسلوب تعرف تكون الايكويشن واي ماينس واي 1 ايكوال السلوب اكس ماينس اكس 1. يبقى انت كده معاك الايكويشن بتاعت اللاين اللي تحت الكارتيزيان. يبقى انت عرفت تجيب الايكويشن هنا اللي هي ax بلس by بلس c ايكوال 0. معاك نقطه فوق ومعاك الايكويشن، تعرف تجيب البربنديكولار ديستانس ولا لا؟ اه استنى، طب انا عندي حل تاني ويا رب تبقى انت لقطته. بص كده الحل التاني هعكس. يعني ايه هعكس؟ شايف اللاين اللي تحت؟ مش دي كده بوينت عليه؟ طب انا قلت يا عم هي دي النقطه، انا حر دي النقطه دي، ما هي دي اي نقطه على اللاين، انا قلت هي دي النقطه. طب بص انا هاخد المنظر ده، شايف المنظر ده؟ تعالى بس نطلع فوق سنه كده. بص النقطه دي عندي اهي اسمها 5 و13، انا عايز اجيب المسافه العموديه بينها وبين اللاين ده. مين بقى اللاين اللي فوق؟ بس يا مستر اللاين اللي فوق ده انا معايا الكارتيزيان بتاعته، كارتيزيان. طب سوري، معايا الفيكتور بتاعته. مش انت تعرف تحول من الفيكتور للكارتيزيان؟ يا ابني عملناها 87 مره النهارده، في ايه؟ مش معاك بوينت اهي ومعاك السلوب، يبقى انت معاك ام السلوب بيساوي 5 اوفر 12 بالنيجاتيف، ومعاك بوينت البوينت دي بتساوي 3 و4. طب ما انت لو معاك بوينت وسلوب تعرف تحولها الكارتيزيان بالقانون ده. وبعدين تقول لي يا مستر انا كده معايا بوينت ومعايا الايكويشن اللي فوق اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال 0، تعرف تجيب المسافه العموديه لما تقول لي ال بتساوي، فاكر، ابسليوت على روت. تكتب بقى الايكويشن زي ما هي، تشيل الاكس وتحط الاكس دي، تشيل الواي وتحط الواي دي، وهنا تحط الكوفيشن اوف اكس سكوير والبلس الكوفيشن بتاع الواي سكوير. خلي بالك لو الكوفيشن بتاع الواي سكوير يعني البي لو بالنيجاتيف كده كده انت هتاخدها بالبوستيف، لان كده كده انت هتعمل باور كام؟ باور 2. ده كده ملخص سريع للمنهج بتاعك، القوانين بتاعتك بافكار لطيفه كده. اتمنى تبقى انت كتبت القوانين دي كلها بايدك، ويا ريت لو في حاجه مش فاهمها ارجع اتفرج عليها تاني واحده واحده. ان شاء الله باذن الله في الحصه بتاعت الريفيجن هنظبط بقى المسائل بتاعت الافكار دي. ربنا معاكم، شد حيلكم. انا عارف الفتره اللي جايه تبقى انت مضغوط فيها شويه بقى، امتحانات ونسهر ونيجي على نفسنا شويه، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق اللي نفسنا فيه. ربنا معاكم ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.